أنا أتفق مع الأستاذ عبد الله، المحور الأول المفروض ما نتناقش فيه أبداً، اللي هو كيال، هو وجود كيال سواء في الدكة أو في المنصة ما يغير شيء، هذه يعني أو مش ما يغير شيء. أسألك دكتور في النقطة هذه، يعني هناك من برر أن وجود كيال يعني نقدر نقول أنها أداة ضغط إدارية على اللاعبين وأيضاً على المدرب، يعني يسوي بالانس بين التوازن بين أداء اللاعبين داخل أرضية الملعب وايضا وجود المدرب على دكه البدلاء، يعني حتى يعني يكون له اهميه كبيره في هذا. طبعا ما حد يعني ينكر يعني حد زي قامت الاستاذ طارق كيال وجوده قد يكون مريح بالنسبه للاعبين، شخص عنده خبره وعنده حنكه اداريه، لكن انا مع الاخ عبد الله لا نعطي الموضوع اكثر من اهميته، سواء كان في الدكه او في المنصه هو يؤدي عمله بكل إخلاص وبكل تفاني، ووجوده في المنصة وفي الدكة ما راح يغير شيء. طيب فخلينا من هذا عشان ما طيب يلا ايش يهدد الأخضر؟ كلام إنشائي. تتوقع أن العراق عندها عناصر يعني قادرة أنها تهدد الأخضر؟ عندها أكيد عندها عناصر، يعني خلينا نسوي مقارنة بين منتخب العراق 2007 ومنتخب العراق في السنوات الأخيرة القليلة الماضية هذه. لا ما في مقارنة، 2007 أحسن، لكن في المنتخب العراقي أكثر شباب، يعني تقريبا زي منتخبنا، ترى ما في لاعبين كبار سن كثير. شفناه في مباراة يأدي كويس، مباراة لا، مباراة يأدي كويس، مباراة لا. اللي حاصل مع منتخبنا الآن كثيرين قد يتفقون معي أنه مستوانا ما هو في القمة، لكن مستوانا ثابت أفضل من مستوى العراق؟ بكثير، لا مقارنة على أرض الواقع، لا مقارنة، يعني ممكن تكون نتيجة بكرة ثلاثية ترى ممكن، لكنه في الملعب قد يحدث أي شيء، يفاجئك العراق بهدف سريع، يفاجئ بضربة جزاء، بلنتي، طرد، شيء يعني ممكن يتغير الأمور، لكنه لو مشت الأمور طبيعيا ففوزنا على العراق المفروض يكون. طيب التركيز